ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيتكم بمقطع جديد من لعبة ماينكرافت. اليوم يا رفاق أتيت لكم بمجموعة كبيرة من وحوش الجولمز. هل تعرفون يا رفاق ذلك الوحش الجولمز الذي يكون في القرى ويقوم بحراستها من الوحوش والمصنوع من الأيرون؟ اليوم يا رفاق أتيت لكم بمجموعة كبيرة من وحوش الجولمز المختلفة. ما أقصده يا رفاق وهو لحظة سوف أريكم. تترون جميع هذه البلوكات كلها سوف نصنع منها وحوش الجولمز، بدءا من هذا، من البلوك القش إلى البلوك الخاص بالتي إن تي يا رفاق. الآن سوف أريكم البلوكات التي سوف نقوم بصناعة منها وحوش الجولمز. فبسم الله على بركة الله دعونا نبدأ. لدينا هنا كومة قش يا رفاق، أو بالة القش، هاي بال نعم بالإنجليزية أو شيء كهذا، هاي بال. لدينا هنا ثلاث أنواع من الخشب المختلفة، انظروا معي. هناك نوع خشب آخر لكن لم أريد أن أختصر الوقت، أنتم قموا باستكشافه. أيضا اخترت هنا ثلاث ألوان من الصوف. هذه الألوان عبارة عن هذه البلوكات عبارة عن صوف لكن ألوانها مختلفة. وكذلك يا رفاق لدينا هنا الزجاج يا رفاق، البلوك من الزجاج. تخيلوا معي يا رفاق وحش الجولمز مصنوع من الزجاج. لدينا هنا ساندستون كذلك، لدينا هنا ريد، لا هذا لابس لازولي نعم، والمكتبة، حتى المكتبة يا رفاق يوجد فيها وحش الجولمز. هذا البلوك لا أعرفه، نسيت اسمه، كان هنا بلوك يا رفاق لكنه هذا هو الأيس يا رفاق، كنت وضعته هنا الأيس لكنه داب بسرعة عندما كنت أقوم بوضع هذه البلوكات، داب الأيس يعني بسرعة، لهذا وضعتها عندي هنا حتى أصل إليه، بعد ذلك سوف أقوم باستخدامه. كذلك لدينا هنا الجلوستون يا رفاق، وهنا الإيميرالد، يا سلام، تخيلوا معي وحش الجولمز من الإيميرالد، وهذا الذي نسيته الذي يشبه اللافا أو شيء كهذا، هو أيضا نستطيع صنع منه وحش الجولمز. هنا الريدستون كذلك نستطيع، هنا الذهب، واو تخيلوا معي يا رفاق وحش الجولمز مصنوع من الذهب أو من الدايموند، انظروا معي الدايموند كذلك نستطيع صناعة من وحش الجولمز. لدينا هنا أوبسيديوم أيضا كذلك، وهذا الذي اسمه، هذا البلوك الذي يكون في نهاية العالم يا رفاق، في نهاية العالم يوجد هذا البلوك، اسمه بيدريك، نعم اسمه بيدريك يا رفاق، البلوك بيدريك، نعم بيدروك عفوا، بيدريك أو بيدروك، لا لم أذكر بيدروك على ما أعتقد. المهم نستطيع أن نصنع من وحش الجولم، تخيلوا معي يا رفاق هذا سوف يكون أصلب وحش جولم في لعبة ماينكرافت، لا يمكن تدميره إطلاقا. وأخيرا وليس آخرا لدينا تي إن تي يا رفاق، انظروا معي تي إن تي، تخيلوا معي وحش الجولمز مصنوع من التي إن تي، تخيلوا معي يا رفاق كيف سيكون شكله، رهيب والله. يلا أوكي دعونا نبدأ، بسم الله على بركة الله، لا أريد أن أطول عليكم يا رفاق في الكلام، فهيا لكي نبدأ. ولكي نقوم بصناعة تلك الوحوش أولا سوف نحتاج إلى كرافتن طيبل، بعد ذلك سوف نحتاج إلى بابر الورقة، بعد ذلك سوف نحتاج إلى الحبر، سنحتاج إلى الريش، أخيرا سوف نحتاج إلى الريدستون، نعم سوف نحتاج إلى الريدستون. كل هذه الأشياء سوف أريكم في مدى سنحتاجها. وأخيرا وليس آخرا سنحتاج إلى بامبكين يا رفاق، هذا هو. بعد ذلك سوف نذهب إلى كرافتن طيبل، سوف نجمع هذه الأشياء حتى تعطينا ورقة مكتوبة أو لا أعرف ماذا تكون، هذه هي جولم سبيل يا رفاق، سوف نحتاج إليها، هذه الورقة سوف نحتاج إليها، ثم سوف نضعه هنا، ثم نضع هذا البامبكين، ثم سوف يعطينا جولم هيد، رأس الجولم، يا سلام عليك، رائع جدا، حسنا لا نحتاج أي شيء بعد. اوكي يا رفاق الان بسم الله على بركة الله حصل الان على الجولم هيدا رفاق، هذا هو رأس الوحش. فسوف نبدأ الان بالاول وحش وهو وحش القش يا رفاق، والجولم هذا هو،
هذا هو، هذا هو الوحش. يا سلام عليك. يس، ولكي يكون الأمر ممتعا جدا يا رفاق سوف أقوم بإضافة له بعض الوحوش لكي يقاتلها ونرى كم سيصمد، كم سيصمد. أوكي، سوف أضع هنا بعض ال... لحظة، أنا وضعت البيسفول عليها إزالتها. ممتاز، كنت وضعت اللعبة في البيسفول يا رفاق بسبب هذه الأشياء، هذا نسيته، السلايم أزعجني عندما كنت أشتغل على تلك الأشياء. والآن هيا خد واجههم وانظر معي، انظر معي. يا سلام، أوه قتلوه، قتلوه بضربتين فقط. لا أصدق، لا أصدق. أوكي دعونا نرى هذا الوحش. انظر معي، انظر معي. يا سلام، يا سلام، انظر كيف سيصمد، لم يصمد كثيرا. يا للهول، يا للهول. انظر معي، انظر معي، هذا الوحش الجولم الخشب البني مات ايضا. انظر معي هذا الوحش كذلك، دعونا نشاهد، شاهدوا معي. اوه اربعة وحوش، اربعة وحوش يا رفاق لم يستطيعوا التغلب على على هذه، على وحوش الزومبي هذه. اما الصف يا رفاق انظر معي، لدينا لدينا هنا، اي تعال الوحش هنا، الوحوش هنا، تلك الوحوش غير مؤذية. هاي هنا 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 هنا، قاتل هذه الوحوش. يا غبي لا اصدق لقد مات، مات المسكين. اوكي دعونا الان نقوم باستدعاء، اعتقد انهم جميعهم يعني نفس الشيء، فقط لونه، لون ملابسهم هو المختلف. انظروا معي، اوه ماذا يا رفاق الان عن الزجاج؟ انظروا معي، وحش الجولم المصنوع من الزجاج، اخاف والله هذا الوحش يذكرني يا رفاق. اوه قوي، والله قوي، انظر معي لقد قام بقتل وحش الخنزير، الزومبي الخنزير. لا اصدق يا رفاق لقد قام بقتله. الصراحة ذكرني يا رفاق بمقولة تقول اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة. اوكي الان دعونا نرى الساند ستون يا رفاق، لنرى كم سيصمد هذا الوحش. انظروا معي، شاهدوا معي، انظروا معي. اوه لقد قتل للتو زومبي، لقد قتل للتو بعض السلايم. هاي هاي، اريدك ان تقاتل هؤلاء، قاتل هؤلاء، قاتل هؤلاء. يا اخي يا وحش، يا الله يا الله، لهذا وضعت قبل قليل البيسفول على اللعبة بسبب هذه الاشياء. اوه لقد مات المسكين، مات. اوكي هنا الان وحش، سوف اقوم بتجربة وحوش اخرى. اوكي لدينا هنا يا رفاق اللابس لازولي، انظروا معي، انه متحمس جدا للقتال. شوفوا معي لقد هرب منه ذلك الزومبي، اوه لقد قتله بضربة واحدة، غريب. دعونا نجرب الان، اوه لقد احترق، لا لقد احرقه. اوكي الزومبي، ماذا عن الزومبي؟ اوه لقد احترق الزومبي، قاتل 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 قاتل، لا لا اصدق، لا اصدق. علي الوضع، يجب اذا اردت استخدام هذه الزومبي علي ان اضع يعني في هنا وحش اخر. انظروا معي، هل هذا الحصان الزومبي مؤذي ام لا؟ لا اعرف بصراحة، اللي اول مرة اشاهده، لهذا قمت اريد تجربته يا رفاق. اعتقد بما ان الجولم لم يهاجمه فانه غير مؤذي يا رفاق. انظروا معي يا رفاق، اخيرا مات الوحش اللبس لازولي. وماذا عن المكتبة يا رفاق؟ شاهدوا معي الآن وحش الجولم المصنوع من المكتبة يا رفاق، انظروا معي. أوه لا تقل لي ارتدي نظارة، أوه هذا الوحش يرتدي نظارة، هل تصدقون ذلك؟ غريب. وماذا عن هذا الوحش الصخري البنفسجي، يشبه الصخر البنفسجي، لا أعرف اسمه الصراحة، لكن اليوم سوف أعرف اسمه بعد أن يموت. أوه هل رأيتم ذلك؟ يا سلام لقد اختفى، انظر معي يستطيع التنقل بسرعة، يستطيع التنقل بسرعة، ما هذا الوحش القوي. يا سلام، شوفوا 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 معي، شوفوا معي، يا سلام على هذا الوحش القوي. انظر انظر، هيا قاتل هؤلاء، قاتل هؤلاء، يا له من وحش قوي. انظر معي يا رفاق، لديه سرعة خارقة يا رفاق، شوفوا معي. واو دعونا نرى ما هذا البلوك، دعونا نرى ما اسم هذا البلوك. نعم باربار بلوك، اسمه باربار بلوك، لا اعرف ما فائدته لانني لا العب ماينكرافت كثيرا. والان لدينا رفاق وحش الجلوستون،
أعتقد بأن هذا الوحش سوف يكون مضاء أثناء الليل، فسوف أقوم بإظهار الليل الآن. لحظة، هكذا تايم سيت أعتقد 13,000. أوكي لنرى. نعم يا رفاق، انظر يا رفاق أينما ذهب هذا الوحش يستطيع أن يضيء المكان. أوكي قاتل هذه الوحوش، وحوش القرية. أيوة قم بقتلهم. أيوة هؤلاء أينهم أمامك؟ أينهم؟ أوه لقد مات. مات المسكين، مات. يا للهول. حسنا دعونا الآن نعيد الوقت كما كان. جيد جدا. والآن انظروا معي يا رفاق، لدينا الآن وحش الإيميرالد، وحش الجلوم الجولم الإيميرالد. أوه دعونا كان نرى الآن قوته، سوف نرى الآن قوته. أوه لقد احترق. أي لا أريدك أن تحترق، لا أريدك أن تحترق. قاتل هؤلاء الوحوش، إنهم بجانبك. هيا. أوه شوفوا ذلك الزومبي الصغير. لقد مات المسكين، لم يصمد ضربة. أوه شوفوا معي، إنه قوي، يستطيع قتلهم بضربة واحدة. انظر هل رأيتم ذلك؟ شوفوا معي ضربة واحدة ويستطيع قتل أولئك الوحوش. يا سلام، هذا قوي جدا. شوفوا معي. هيا أيها الوحش، يا وحش الجولم الإيميرالد، قم بقتلهم. جولم إيميرالد قم بقتلهم. هيا إنهم بجانبك. هيا لا تتوقف، قاتل هؤلاء الوحوش. يلا قاتل. لا يريد القتال، أعتقد أنه تعب يا رفاق، أعتقد بأنه لقد تعب كثيرا. أوكي ماذا سوف أقوم سوف أقوم باستدعاء وحوش الزومبي، لكن عليه تغيير الوقت وتعديل بعض الأشياء بالأول. أوكي يا رفاق قمت بتغيير الوقت، والآن سوف أقوم بوضع الزومبي هنا. أوكي لا ليس هؤلاء الزومبي، هؤلاء أيضا. قم بقتالهم. أيوه أهجموا عليه. أيوه يا سلام، دعونا نشاهد. شاهدوا معي، انظروا معي، الوحش قوي بالفعل يا رفاق. شوفوا معي. يا سلام. والله هذا الوحش إنه قوي جدا، لا يموت إطلاقا. هيا. أين أولئك الزومبي؟ لقد ماتوا. أوه لا أصدق، يستطيع قتلهم بضربة واحدة. شاهدوا معي، يا سلام، بضربة واحدة يستطيع قتلهم بضربة واحدة فقط. شوفوا معي. يا سلام. لحظة، أنا لم أعد أستطيع مشاهدة أي شيء. أوكي سوف أضيء المكان. أخيرا لقد مات الوحش أخيرا. يلا دعونا الآن نذهب عند الوحوش المتبقية. حسنا يا رفاق، كما ترون لقد قمت بإدارة السياج في هذه المكان، أحط السياج في هذا المكان بالكامل، كذلك وضعت الجلوستون هنا لأنني أثناء الليل أستطيع إظهار العديد من الوحوش، ليس فقط زومبي بيجمان. الآن يا رفاق دعونا نكمل تجربتنا يا رفاق، المقطعنا لليوم. أوكي لدينا هنا الوحش الخاص، لا أعرف بهذا الشيء. انظروا معي. أوكي دعونا ننزل هنا بعد الزومبي القرويين. شاهدوا معي. أوه لقد مات، قاموا بقتله. يا سلام، لم يستطع الصمود كثيرا. ما اسم هذا البلوك؟ نسيت اسمه الصراحة، والله نسي. نعم ماجما بلوك، نعم تذكرته. أوكي ماجما بلوك. أما الآن دعونا نذهب إلى الريدستون يا رفاق. شاهد، أوه ضربة واحدة قام بقتله. لحظة دعونا نتأكد. انظروا معي. أوه لم يصمد كثيرا يا رفاق، لقد مات بسهولة. أما الآن يا رفاق دعونا نشاهد الوحش الجولم الذي انتظرناه طويلا. بسم الله على بركة الله، وحش الجولم الجولد أو الذهبي. انظروا معي، ثقيل إنه بطيء نوعا ما، لكنه قوي. انظروا معي كمية الوحوش التي تحيط به، لكن استطاعوا قتله في النهاية. والآن يا رفاق لدينا الآن أقوى، أو أنا برأيي
برأيي يا رفاق فهؤلاء الوحوش الجولمز فهم الأقوى، هؤلاء الأربعة فهم أقوى الوحوش الجولم في لعبة ماينكرافت. الآن بسم الله على بركة الله دعونا نبدأ بأولهم وهو وحش الجولم الدايموند. يا سلام عليك. أوكي سوف يقاتل هذا الزومبي. أوكي حسبته مات ما زال صامتا. انظروا معي إنه بطيء جدا، ليس متحمسا للقتال. شوفوا معي ليس وحش متحمس للقتال لكنه صامد جدا. شوفوا معي لقد صمد كثيرا. شوفوا كم الوحش قام بقتله. انظروا معي يا سلام قام بقتل جميع الوحوش الزومبي الموجودة هنا. لا أصدق. شوفوا معي دعونا ننزل عدة وحوش أخرى. انظروا معي يا سلام. يحاولون دفعه للوراء لكن وما زال صامدا. شوفوا معي لم يموت حتى الآن، لقد حصروه في الزاوية لكنه لم يموت، إنه يقاتل حتى النهاية. شوفوا معي يا سلام وحش قوي بالفعل، والله وحش قوي بالفعل. شوفوا كم الوحش يحاوله. وأخيرا لقد مات يا رفاق. حسنا دعوني أتخلص من هذه الوحوش. حسنا لا يهم دعونا نكمل يا رفاق. أنا الآن متحمس جدا ولا أريد أن يكون هذا المقطع طويلا جدا، فأتمنى أن يصبح المقطع يعني تقريبا 15 دقيقة فقط، لا أريد أن يكون طويلا جدا. الوحش يريد القتال، الوحش متحمس للقتال كثيرا. هذا وحش الجولم الأوبسيديوم يا رفاق. انظر معي أتوقع أن هذا الوحش قوي جدا يا رفاق. إذا أنتم تعرفون يا رفاق إذا حاولنا أن نقوم بتحطيم بجمع الأوبسيديوم يا رفاق فتعرفون صلابة البلوك الأوبسيديوم، فإنه صلب جدا ضد البيكاكس يعني الفأس الدايموند. والآن انظروا معي فما أدراكم الآن بعد أن أصبح الأوبسيديوم وحش الجولم ماذا سوف يحصل. شوفوا معي لا أصدق لا أصدق لقد مات الوحش بسهولة. وحش الدايموند الجولم الدايموند كان أقوى بكثير من وحش الجولم الأوبسيديوم. أما الآن يا رفاق الوحش الذي انتظرته طويلا هو هذا وحش البيد روك يا رفاق. وحش البيد روك أتوقع بأنه سوف ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ أعتقد أن هناك خطأ ما يا رفاق، دعونا نجرب مرة أخرى. أعتقد يا شباب بأنني أخطأت في شيء ما. حسنا دعوني أقوم برفعه عن الأرض قليلا. سوف أقوم برفعه عن الأرض. أوكي هل سوف أستطيع إنزاله؟ أريد الصراحة مشاهدة هذا الوحش لكن كما ترون معي لا يريد أن يشتغل هذا ولا يمكننا صناعة وحش الجولم من هذا البلوك بيدروك. أما الآن يا رفاق الوحش الأخير وليس آخرا يا رفاق هذا الوحش الأخير من وحش TNT. بسم الله على بركة الله. الوحش الذي انتظرنا 1 2 3 انطلاق. أنا خائف جدا سوف أبتعد عنه. أنا خائف مجرد التفكير بأنه وحش TNT خائف. شوفوا معي يا سلام بعد أن مات قام بتفجير المكان بالكامل. شوفوا معي لقد قام بتفجير نفسه يا رفاق. شوفوا معي يا سلام تفجير هائل جدا جدا يا رفاق. حسنا دعوني أقوم باستدعائه مرة ثانية، أعجبني الصراحة يا رفاق. سوف أقوم باستدعائه مرة ثانية والأخيرة يا رفاق. حسنا هذا هو TNT ثم نعمل كذا. لحظة هذا الوحش لا يريد أن نقوم باستدعاء هذا الوحش. حسنا نسيت وحشا آخر وحش الثلج. ابتعد يا يوبي قبل أن تنفجر معه. ابتعد. حسنا سوف أنزل قليلا لكي أقوم بوضع هذه الوحوش الزومبي هنا. أيوة أهجموا عليه. إذا مات هذا الوحش TNT سوف يقوم لقد قام بتفجير مع عدة وحوش شريفة. يا سلام عليك.
وماذا عن وحش الايس يا رفاق؟ وحش الايس لم نقم بتجربته حتى الان، لم نقم بتجربته، الان سوف اقوم بتجربته. لقد نسيته الصراحة، نسيت هذا الوحش. حسنا سوف اقوم باستدعائه. هذا هو الوحش. الى اين يريد الذهاب؟ اوه انه متحمس للقتال، اذا خذ. انت متحمس كثيرا للقتال، اذا خذ، قاتلهم قاتلهم. تخيلوا معي يا رفاق، إذا حولت الجو إلى النهار لكان الآن ذاب من شدة الحرارة يا رفاق، لكنه لم يستطع الصمود. حسنا يا رفاق، بعد أن قمت بعد أن كنت أبحث يعني في هذه القائمة يا رفاق، انظر معي، وجدت بيضة سباون بيدروك غولم، الوحش الذي لم يشتغل معنا. لا أصدق، هل نستطيع أن نقوم باستدعائه؟ حتى الآن يا رفاق لم أقم بتجربته، دعونا نستدعيه. هذا هو الوحش الذي لم يريد الاشتغال معنا يا رفاق. شاهد، وضربة واحدة قام بقتل ذلك الزومبي. لحظة، دعونا نقوم باستدعاء هذه الأحصنة لكي أتأكد أنها مسالمة. نعم، بما أن هذا الوحش لم يقم بالهجوم عليها فإنها مسالمة. الآن دعوني أقوم باستدعاء. أوه، لمسة فقط ثم يموت الزومبي. شوفوا معي، شوفوا معي، انظروا معي، انظروا معي، انظروا معي. هيا 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 هيا، هاجموا هذا الوحش، هاجموا. ايوه يا سلام علي، انظروا معي يا رفاق، انظروا معي، هذا الوحش قوي جدا يا رفاق. كما انه لا اعرف ما بين الزومبي القرويين، لا يريدون الهجوم عليه. حسنا سوف اقوم باستدعاء البيكمان كذلك، سوف استدعي هذه الوحوش. ايوه، خذ 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 خذ. اهجم 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 عليهم يا وحش، لا تسقط، لا تسقط للاسفل، لا تسقط للاسفل. الوحوش امامك، شوفوا معي يا رفاق، هذا هو اقوى وحش غولم يا رفاق. شوفوا معي، انه اقوى وحش غولم يا رفاق. يا سلام، ضربه واحده ويقوم بقتل الجميع، ضربه واحده ثم يقوم بقتلهم جميعا. شوفوا معي، انظروا معي، انظروا معي. ايوه ايوه، اقتلوا، اضرب 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 ايها الوحش. يا سلام عليك، يا سلام، هذا الوحش قوي بالفعل، انه قوي بالفعل يا اصدقاء. اوكي رفاق، كما ترون هنا وصلنا الى نهاية المقطع، فاتمنى ان يعجبكم، اريد ان استمر معكم يا رفاق، لكن لا استطيع رفاق، المقطع طويل جدا. اوه ماي جاد، ماذا حصل؟ لقد انفجروا جميعهم، بقي واحد، بقي واحد فقط، انه ذاهب لكي يقوم بقتل احد الزومبي هناك، لكنه سوف يفجر نفسه ايضا. شوفوا ما يا سلام عليك. اوكي، كما ترون ذلك الوحش ما زال صامدا يا رفاق، ما زال يستمر في قتل الزومبي يا رفاق. حسنا يا رفاق، كما ترون هنا وصلنا الى نهاية المقطع، فاتمنى ان يعجبكم هذا المقطع، واتمنى ان لا تنسوا دعمنا بلايك. اوصلوا هذا المقطع يا رفاق الى الى اكثر من 1500 لايك، وساعدوا، وان لم تكن مشترك يا صديقي فاشترك وساعدني في الوصول الى 300,000 مشترك. واذا كان هناك موضة تريدون ان اقوم بتجربتها معكم فاكتبوها لي في التعليقات يا رفاق. كان معكم ايوب او يوبي، مع السلامة. سلامة.